تريد الاصوات على الوجود ديالها معنا في مدينه طنجه. يعني نحن نحتفل بهذا الاحتفال الشيق من اجل الحلم اللي تحقق وهو بناء حضانه جديده تليق بكرامه الاطفال اللي هم وضعيه الشعب. الحلم الاول تحقق وكنتمنوا ان شاء الله الحلم الثاني يتحقق هو ترميم الجمعيه القديمه من اجل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، لان الجمعيه كتحوي الان تقريبا 16 طفل وطفله، وما عرفناش من هنا العام الماضي ان شاء الله يمكن تزادنا النسبه ديال الاعاقه. لذا قررنا ان الجمعيه القديمه المقر القديم نخصصوه للاطفال ذوي الاعاقات، واللي كنطلب هو من المجتمع المدني، من الجهات العموميه، الجهات المنتخبه، انهم يعاونونا في هذا المشروع اللي كيليق بكرامه الاطفال ذوي الاعاقات اللي ما عندهم سند الا نحن، ونعتبرهم كانهم اولادنا ونعاونوهم، لان محنه كبيره كتدوز بها الجمعيه مع هذه الفئه الهشه ديال الاطفال اللي هما ذوي الاعاقات. مساء الخير، انا سعيده وسعيده جدا بوجودي في مدينه طنجه بمناسبه التدشين الروضي خاص بالاطفال المتخلفين. وهذا يرجع إلى سيدتي مرتنا، يمكن لها كل الحب والتقدير والنجاح، لأنها تسعى دائما لرعاية أطفال متخلفين وترعاهم بحنانها وبمالها وبوقتها وبجهدها وبكل شيء في حياتها حتى يعيشوا في جو جدة حتى. جزاها الله شكرا، وجزا المحسنين الذين يساعدونهم في هذه المهمة الصعبة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شكرا. أنا سعيد وجودا في هذه الليلة الروحانية الجميلة التي لها أبعاد كثيرة وأبعاد جميلة، لأنها تحتفي بالأطفال المتخلى عنهم. فأنا سعيد بوجودي في هذه الليلة، أتمنى إن شاء الله أن تكون هناك مساعدات كثيرة، لأن هذا البلد والبلاد الصغيرين يستهلوا ويحتاجوا لمساعدة ديالكم. مساء الخير، هي تقريبا 6 أصوات احنا اليوم تواجدين في مدينة طنجة في حفل وهو عرس فني كبير للحفل الخيري اللي نظمته حضارة طنجة، واللي كنشكرها بزاف، وكنشكر كل القادمين على هذا الحفل، وكنشكر كل من ساهم في هذا الحفل الخيري، كل الفنانين، وانا كنتشرف انني واحد من هاد الناس اللي حياو هاد الحفل هذا. الخير ايها الحضور الكريم، معكم كنزه الايوبي، اننا كنكون خصيصا للمشاركه في جمعيه حضانه طنجه لرعايه الطشي. نتمنى تكون سهرتنا لاعجاب الجميع، ونتمنى لكم مصيبه موفقه مع هذا الخير. الله يوفقكم اجمعين يا رب يا رب. أنا اليوم حاضرة لهذا التظاهرة العظيمة مخصوصة هي لتشجيع ومساندة جمعية الأطفال المتخلى عنهم، جمعية لكلاجة طنجي حضانة طنجة. حنا مشجعين اليوم في أحد الأنوار مع نخبة ديال الفنانين المغربيين خارج المغرب، والحمد لله السهرة كانت جميلة وكانت ناجحة، حيث قدرنا نسمعوا أن تدفون المادة الجمعية، ولكن حنا مازالين محتاجين المساعدة ديالكم، محتاجين ماديا ومعنويا باش نساعدوا الأطفال هذو، مأوى جديد
هو يلبسوا ياكلوا ويشربوا يكونوا في واحد الهيئه زوينه، لان في الاخر هادو ماشي وليداتنا، وليدات انت كيف ما حنا كنظنوا هادو وليداتنا حنايا جميع، ونتحملوا مسؤوليتهم لانهم ولاد بلادنا، وفي الاخر غادي يوليو رجال ونساء المستقبل. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في القناة، والضغط على زر الجرس.